رغم أن نجم الخضر ونادي فالنسيا الإسباني حسم مستقبله بالبقاء مع نادي الخفافيش، إلا أن مستجدات قد تطرأ بشأن قضية انتقاله إلى ميلان الإيطالي بعدما جددت إدارة نادي اللومباردي رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري. وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن إدارة الروسونيري قامت بإيفاد مبعوثين قصد معاينة أداء الجزائري في المباراة الودية التي جمعت فالنسيا بنادي موناكو الفرنسي، والتي اكتفى فيها فيغولي بلعب شوط واحد فقط. ونقلا عن موقع فوت ميركاتو، فإن مدرب ميلان فيليبو إنزاغي جدد رغبته في تعزيز كتيبته بخدمات الدولي الجزائري قبل انقضاء أجل التحويلات الصيفية، وعليه من غير المستبعد أن تتقدم إدارة ميلان بعرض رسمي لنظيرتها الإسبانية في غضون أيام لتبقى القضية جديرة بالمتابعة.